الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية الجلوس على البلاط في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في منام الفتاة العزباء يدل رؤيتها أنها تجلس على البلاط دليل على ارتباطها وخطوبتها من رجل فقير وتدهور حالتها المادية والله أعلم. تشير رؤية الطالبة بأنها تجلس على البلاط في المنام دليل على رسوبها وعدم توفيقها في دراستها في تلك السنة والله أعلم. عندما يرى الشخص بأنه يجلس على البلاط في المنام والله أعلم، يحتمل أن تكون إشارة إلى مواجهة الرأي الكثير من المشكلات والأمور الصعبة خلال الفترة القادمة في حياته والله أعلم. رؤية الفتاة التي تعمل بأنها تجلس على البلاط في المنام تدل على أنها سوف تترك عملها الحالي التي تقوم به. رؤية البلاط في المنام تدل على الخير القادم وحسن الحال والرزق الوفير والعيشة الطيبة الكريمة لصاحب الرؤية والله أعلم. ولكن رؤية تشقق البلاط تدل على تغيير أحوال الرأي وعدم وجود الرزق ومعاناة الرأي من الفقر والحاجة وقلة مستوى المعيشة والله أعلم. رؤية تكسير وتشقق البلاط تدل على الإهدار في الوقت والمال والجهد، وأن الرأي يعمل في أعمال لا تعود عليه بالنفع ولا بالفائدة والله أعلى وأعلم. وإذا رأت السيدة المتزوجة في منامها أن البلاط مشقق، فهذا يدل على المشاكل الزوجية الكثيرة التي ستمر بها والتي ستؤثر عليها وعلى أفراد عائلتها. في منام الفتاة العزباء تشقق البلاط ربما يحتمل أن تكون إشارة إلى مرورها بالكثير من المشاكل في حياتها وأنها ستعيش فترة مليئة بالحزن والله أعلم. وإذا كان الرأي يصلح تشققات البلاط فهذا يدل على سعي الرأي لتحسين أحواله وحياته ورغبته في حل مشاكله، وسيتم حلها بإذن رب العالمين. الفتاة العزباء التي ترى في منامها بأنها تركب البلاط والله أعلم علامة على الفرج والسعادة التي ستحظى بها الفتاة في حياتها. عندما يرى الرجل في منامه بأنه يركب البلاط والله أعلم تكون إشارة إلى تغيير كبير يحدث في حياته إلى الأفضل. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.